كاين هنايا في واحد المهم غادي تسمعوا هادي تتغني غادي نحطها في هذا الفلوق هذا معنا أيوب هو اللي مكلف بالنادي ديال المسرح هنايا والموسيقى بالخصوص بالموسيقى المهم مكلف بالموسيقى شوف عنده المونتريال ديالو فين حطو حدا السونوريزاسيون البيفان هنايا وهنايا وأيوب المهم كانوا تيديروا داكشي ديال الموسيقى هنايا هو تيتحكم في الصوت وداكشي كامل المهم غادي نحاولوا اننا نطلبوا نورا انها دير لينا واحد المرسو اللي غادي المهم نشوفوا نحاولوا نشوفوا واش غادي تبغي ولا لا نصوروا واحد جوج فيديوهات الا بغات وانتم قولوا لي شنو بان لكم واش نصور معاها شي لقطات ولا لا غادي دير لينا الكوبي رايت كلشي مشى المهم غادي نحاولوا اننا نهضروا معها نشوفوا اذا كانت بقات تعطينا من الموهبه ديالها واحد شويه من الوقت ديالها واحد شويه وتورينا الابداعات ديالها ونشوفوا كيفاش البلان ديالها من بعد غادي نمشيو عاود ثاني للمركز المهم هاد النهار راه خطفتو من واحد الوقيت اللي مزير شويه هاد النهار ولكن ماشي مشكل الموسيقى بدات انقص كما كتشوفوا هذا هو المسرح بام 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 انا عزيز عليا نكون ستاند اب نجلس ونهضر مع الناس باش نحملش نكون جالس مثلا ندير والو وهنايا ما عرفت علاش نحس بيا انه راه الراحة التامة ملي تكون في المسرح وتتهضر علاش المهم الاساسيات ديال المسرح تغوت بالجهة ديال باش يسمعوك ليه حيت القاعة ليه المهم نايا ملي تت اي نقصي اي او كوبي رايت نو المهم بغات تغني عاوتاني شنو نصوروها نصوروها نشوفو كيفاش يلا الراحة النفسية مع المغنية ديالنا الو
Sure. I'm a good rapper. المهم ماذا بغى يغني مع عرفتش تيقد البيانو ديالو البيانو بالتليفونو الكمان جا زياد فين هو لوطار المهم راكم كتشوفو كيزير داكشي ليه هنا تيطلع ليه التليفون وانت يسي محمد بغى يبدا صحا ايوب صحا غير ديال الموسيقى صافي على المعقول النوض النوض انت خاطر شاعر الاغنيه اللي غنيت معاها في الزبط اي 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 سعيد المغني درالي المهم حنا مازالين في المركز غادي نحاول نمشي دابا نتلاقى مع دوك الناس انا عارف علاش ما نضربش فيهم ملي كانوا فلوغين كاين حتى حد في هاد القاعه
المهم ما كاين حتى واحد في هذه القاعة. شو الحرية تما فين الكلام؟ كما شفتوا بزاف ديال المواهب اللي كاينين، ماشي غير هاد الجوج اللي شفتوا، هذا ايوب ونورا. المهم هادو شويه من بزاف كما كنقولوا ديما، شويه من بزاف. هزيله العامره مواهب، والاشكال اللي كاين هو كيفاش اننا نجبدوا هاد الناس هادو يخدموا ولا يديروا شي حوايج اللي ممكن تنفع ازيلال، وخاصه هما ينفعوا راسهم بها. يعني اي موهبه هي راه كترسم وكتغني وما عرفت كاش دير. المهم راه جادور. المهم شنو نقول لكم، داز نهار زوين معاهم، وبغيت نسالي هذا الفيديو هذا معكم هنايا. ما بغيتش نطول فيه حيت الا طولت عاوتاني غادي نصدقوا في ما هي وما لونها. توصلت شي 20 دقيقه ثاني وما بغيتش نوصل حتى ل 15 ولا 10 دقائق، ما بغيتش نوصل. ولهذا فهذا غادي نمشيو نشوفو الدراري عاوتاني ونكملو داكشي اللي حنا بادين ونساليو ان شاء الله. وغادي يكون واحد انجلش ويكند ميبي، غادي نصورو ميبي الا كنت مسالي. يم شنو اللي كاين؟ عقيلة شنو بغيت نقول؟ المهم اي موهبة عندك حاول تستغلها مزيان، عرفت كيف تبدا تستغلها. حتى الا ناقصك مثلا انت في ازيلة مثلا ما عارفش كيفاش دير الموهبة ديالك، ها الرسم ياك نورا، كاين نادي عندكم ديال الرسم ياك؟ ها الرسم كاين نادي ديال الموسيقى، كاين المسرح، فوالا. يعني الا بغيتي تخدم جي مرحبا بك في المركز. كاينين النوادي بزاف، نادي ديالها فيه نادي ديال الرسم وديال الرقص واقيلا. لا المهم ديال الرسم عندها هي، الا جيتو سولو في نورا. واحد اخر ديال المسرح كاين عاوتاني ديال الموسيقى اللي مكلف به خويا ايوب، راكم شفتوه، سيروا عندو سولوه اي حاجه بغيتوها راه ممكن يعاونكم وما غاديش يخسر لكم، وحتى نورا ما غاديش يخسر لكم، غادي توريكم كيفاش وتعلمكم كاع ياك، غادي تعلميهم ياك. بيس هاشي هاي من عندها. ايوا شنو نقول لكم، غير جيو مرحبا بكم. كاينين دراري ترسموا تروادي وما تيجيوش، واي. المهم تترسم تتعرف ترسم، ما تتعرفش ترسم باغي ترسم جي مرحبا بك، ستار الموهبه ديالك هنايا ونفع بها راسك وابهرنا بنشاطاتك. وغادي نجي نبقى نصور هنايا، نصور داكشي اللي تيرسمو، باغي نصور داكشي ديالها، ولكن المشكله لقيناش الساروت، ما عرفت فين مشات. المهم من بعد غادي نعاود نصورها ونوريكم اش كترسم، وراكم شتو راه كتغني، راه من الغنى للرسم راه باينه، يعني غادي يكون شي حاجه ناضيه. شي حاجه اخرى اش غادي نقول لكم، المهم مركز ديال القدرات الشباب راكم عارفين فين كاين، حيت التكوين جيو تسجلوا دخلوا وخدموا مع راسكم، حتى واحد ما يقول لكم شحال الساعه، غير جي وتكون باغي عندك واحد الهدف انك تعلم ولا توصل لشي حاجه. يعني ما تجيش بهدف انك باغي غير هذاك الفضول، راه مزيان ولكن ذاك الفضول حاول انك ديروا شي حاجه اخرى. يعني عندك فضول باش تشوف شي حاجه، جي شوفها وتعلم وسول، هكا تيكون الفضول شويه عنده قيمه. اما ذاك الفضول من اجل الفضول ما عندك ما دير به، سواء كنتي بنت سواء كنتي دري سواء اي حاجه، يجي غيكون المعرض. المهم غادي نصور في المعرض ديالها، محال واش غادي تحط الفيديو هذا، غادي تحط ما عرفتي متى، ممكن غادي تحط هذا عاد المعرض ديالها، ولكن غادي يكون عاوتاني. المهم غادي يكون المعرض داز سوري. ايه ماتش اللي كاين، وهي راه عداش لا ما يتقى. سو جيو صافي، يلا انتم تما تهلاو في راسكم، نشوفكم من بعد، تهلاو.